صباح الفل او مساء الفل على بناتي الحلوين خالص. اوعي تنسي تحطي لي اللايك والاشتراك في الشانل بتاعتي عشان نكبر العيله بتاعتنا القمر. انا وايزابيلا جعانين 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 بقى، فكان عندي شويه مكرونه وكان عندي شويه لبن، زودت اللبن كده ميه وحطيت المكرونه وهي نيه. انا ما اعرفش دي طريقه صح ولا لا، بس انا شفتها على النت. ودلوقتي هغطي المكرونه بالغطا بتاع الحله واسيبها انها تتغلى جوه اللبن، فاهمين؟ يعني احنا عايزين ناكل مكرونة باللبن كده يا جماعة. شوية نشا في شوية لبن على مية وهحطهم عشان عايزة المكرونة تكون كريمي كده. مش عارفة، انا في تخيلي حاجة يا رب تطلع بس زي ما انا متخيلها. يعني تبقى حلاوة المكرونة بتاعتي، طلع طعمها خطير قوي بجد يا بنات، طلعت تحفة تحفة تحفة. كلتها انا وايزابيلا وبجد كنا مستمتعين جدا واحنا بناكلها. حابه اقول لكم ان بجد بناتي الفاميليا جامده قوي، اكلمكم عنها كمان شويه. كل مره بتبهرني عن المره اللي قبلها، مكتوب عليها هوم سويت هوم، بحب الكلمه دي قوي، بتفكرني بالشتاء. ممكن كاتبين كده عشان الشتاء بجد وكده. يعني المهم بقى يا جماعه، كنت بتفرج على بيتر بان، اتفرجت عليه مرتين، مره في الميعاد الاساسي بتاعه والمره التانية في الاعاده. عايزه اقول لكم بحبه جدا وقعدت اعيط جدا لما شفته، لان انا كنت بتفرج عليه في طفولتي وبجد كنت مصدقه كل حاجه كانت موجوده في الفيلم ده، لدرجه يعني بجد تضحك. سمعنا كده ان انا استمتعت بطفولتي وكانت طفوله كويسه عليا جدا. هنا بقى يا جماعه، مروان جاب لي كده برتقان لان ايزابيلا بتعشق حاجه اسمها برتقان، وجاب لي كمان عنب لان انا بحب العنب. يعني بيجيب لي حاجه انا بحبها وحاجه هي بتحبها، بس العنب بقى اللي موجود الفتره دي، يعني اللي هو العنب الايه اللي هو اللي فيه بذر ده اللي هو بيضايق بقى. وجاب لي كده كمان 3 صدور لان انا كنت طالبه منه، بس جابهم لي كبار، شلت واحد وسبت 2 اطبخهم وكده. هوريكم انا عملت اكل ايه، بس انا مصورتش معاكم، بس انا قلت لكم الخطوات اللي انا عملتها. تمام، عملت صدور كده بالعسل وبالصويا صوص، بجد كانت حلوه قوي قوي قوي. هي ما عجبتش مرون قوي لان مرون مش بيحب الاكل الاسيوي او الحاجه اللي فيها صويا صوص خالص، بس بالنسبه لي انا كانت اجمد اكله بجد عملتها الفتره اللي فاتت دي، بعشقها جدا جدا جدا. تمام، خدت بقى يا جماعه كده البسوكت بتاعت اوضه النوم، برضو اوضه الاطفال، وبدات ان انا اغيرها كده ورجعتها في الاماكن بتاعتها. تمام، بعد كده طبعا بعد كل طبخ انا بعملها، طبعا انتوا عارفين ان انا لازم المع البوتاجاز، مفيش حل تاني غير كده. ما بحبش اشوف شكل البوتاجاز فيه بقع دهون، وكمان فرشه الفايل او حتى الفايل ده لازم برضو يكون نظيف. يعني انا حاطه عشان يعني احمي البوتاجاز، ولازم احميه هو كمان، لازم احميهم كلهم حبايبي. اخدت بقى كده سجادتين وقلت انا هفرش خلاص اوضه الاطفال والطرقه، لازم خلاص يتفرشوا. فرشت كده، بحب جدا البيت بتاعي وهو مفروش، بحسه دافي وبحسه كده في ناس اكتر. بحس ان هو بيت عسل كده طول ما هو مفروش. بصوا بقى، شلت كده بسكت الكمامه وبدات ان انا ارش كده دولاب المطبخ. انتوا عارفين ان انا عملت معاكم تنظيف عميق للمطبخ، ولكن برضو لازم من وقت للتاني كده تشوفي الحاجات اللي عايزه تتعمل وما ترقميش. المواعين دي بقى انا برصها كتير قوي في اليوم يا جماعه، بجد لدرجه ان انا زهقت منها. غسيل المواعين ورص المواعين دي حاجه مرهقه. بصوا، النهارده اليوم معايا كان ملخبط جدا 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 بجد. صحيت كده اتكفيت على وشي عشان اعمل الاكل، ما عرفتش اصور معاكم الخطوات، انا اسفه. بس دلوقتي هقول لكم انا عملت ايه في الوصفه وكده. الوصفه دي من ايد الشيف ناديه السيد، تسلم ايديها. مفيش اي وصفه انا عملتها من ايديها الا وكانت مظبوطه بالملي، وكل حاجه حرفيا هي بتعملها انا بمشي وراها، وبتبقى احلى كمان من الصور بكتير. بجد تسلم ايديها، تحفه تحفه تحفه. تمام، اول حاجه عملتها واني جبت صدور. مرون جاب لي صدور بس كانت كبيره، كان جايب لي 3، فانا قطعت 2 بصراحه، يعني قطعت 2 كده علينا يعني وكده، وايزابيلا وكده، بس ايزابيلا بتاكلش كتير اصلا. فقطعت كده 2 وشلت واحد كده، وعندي شوية ملوخية كنت برضو مفرزوها، وايه تاني، وعندي شوية رز. ممكن بقى ابقى اعملهم كده، يعني الصدر كبير ما شاء الله كبير قوي، فممكن اللي هو ايه مش عارفة اعمله بايه، يعني ممكن اقليه كده بالفيجيتور، او ممكن اعمله بالفيجيتور اعمل ستريبس، او ممكن اشوحه شاورما. بصوا يعني ممكن اعمله كده ببصله كده وطماطم وفلفل الوان، اعمل شاورما اللي هي المصري العادية بتاعت الفراخ، و وملوخية ورز، فاهمين؟ يعني برضو تبقى وجبة حلوة قوي، ممكن اعمل كده بكرة. تمام، المهم بقى ايه، اخدت كده الصدرين. اول حاجة نقعتهم طبعا في خل وملح ونص ليمونة، ده كده اول حاجة. وبعد كده اخدتهم قطعتهم زي ما قلتلكم، وهي بتاخد دقيق كده بحطهم في الدقيق
وبعد كده في شوية زبدة على سمنة أو زبدة على زيت، بتبدأي إن انت تنقعيهم فيه أو تحطيها يعني لحد ما تاخد وش. تمام. وبعد كده بتزودي زبدة وبتزودي 4 فصوص ثوم كبيرة، وبتزودي طبعا دبس رمان وصويا صوص لو انت حابة. انا ما كنتش عايزة احط دبس رمان، او تقريبا الوصفة ما فيهاش دبس رمان يعني، ما علينا. حطيت صويا صوص وحطيت كمان شوية خل زي ما هي مقايلة بالظبط، وسبت كل حاجة بقى ايه تتسبك كده مع بعضيها. بصراحة يعني كانت أكلة سريعة وحلوة، بس إيزابيلا كانت موتراني، كانت واقفة ورايا، كانت عمالة تزن، كانت ماسكة في هدومي، كانت عايزة برتقان، فكنت عمالة أقشر وتوقع البرتقان على الأرض. كان بص بوليكة كده، طبعا انتوا عارفين الطبخ في حضور طفل بيبقى عامل ازاي، بس الحمد لله يعني انا كنت هحرق الرز، بس الحمد لله ما اتحرقش، لأن عيني في مكان في أماكن كتير قوي، ومش عارفة انتبه لها ولا انتبه للأكل ولا انتبه لإيه بالظبط، فاهمين طبعا. وبس كده سبته بقى لحد ما اتشرب كله، غطيت كده، وبجد الصوص طعمه خطير قوي قوي. للناس اللي بتحب الصويا صوص يعني، في مرون جوزي اللي هو ايه عجبته، بس اللي هو مش بيفضل الاكله دي قوي، هو بيحب الحاجات البيزك، الحاجات الاساسي، فاهمين. انما انا بالنسبه لي الاكله كانت طعمها حلو جدا، كانت لذيذه قوي، من الحاجات بصراحه اللي عجبتني قوي 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 في اكلي. تمام، فحبيت برضه اقول لكم الوصفه كده سهله جدا. والرز طبعا عادي، شويه شعريه مع الرز، وحطيت مرقه وحطيت ورقتين لورا وشويه ملح وفلفل اسمر، والدنيا كانت تمام على كده. خدت كده البيض وقلت بقى ايه احطه كده لإيزابيلا عشان تاكل. انا جايه اقول ان مناديل فاميليا هي افضل مناديل في السوق بلا منافس، اوكي خلينا متفقين في كده. جبت بقى كده كربميت اهو، وجبت كده شراب عشان هردت برجلي كده بالكرماميت، واحبس بالشراب دي اكتر حاجة بحبها في الشتاء. شتاء بالنسبة لي يعني ترطيب القدم والشراب، تمام، دي من الحاجات الاساسية جدا جدا عندي، مقدرش كده افوت الشتاء من غير ما اعمل اعادة تأهيل لرجلي من الصيف وشمس الصيف، قال يعني البت مقطعة خروجات وبنزل كل يومين يعني. انا بقى الغدا بتاعي كان مختلف تماما عن اي حد، اكلت الرز اللي باقي من امبارح مع البيض، كانت وجبه قمر 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 يعني يا جماعه. ده كده الفلوج بتاع تاني يوم، الفلوج ده مستمر 3 ايام. تمام، وعملت كده كوبايه نسكافيه ورشيت عليه كاكاو كده من فوق، الكلام ده كان امبارح، كانت طعمها قمر بجد. وبرده رصيت المواعين تاني، عماله اقول لكم تاني ترص مواعين تاني، مش مهم رصيتهم. واهم حاجه ان انت بتغسلي الصفايه وبتعقميها كويس وبترشي بقى وبتظبطي التاني. هنا بقى المنظم ده غسلته، بدات ان انا احط فيه البطاطس، وكان باقي عندي بنجرايه وجزرايه بس. اخدت بقى باسكت كده الكمامه، ما كانش عاجبني، قلت كده اديله ايه حميه حلوه كده وانضفه كويس جدا، وكمان احط فيه كده كيس جديد. ودي اكتر حاجه بتريح نفسيتي في المطبخ ان باسكت الكمامه. صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني. صحي الساعه 3:30 النهارده، بدات اليوم بتاعي بزن رهيب. بجد بقى يا جماعه ايزابيلا مش رحمه خالص. دلوقتي انا بعمل بيض مسلوق وبطاطس مسلوقة وكده، وهعمل لنفسي كوباية النسكافيه بس بعد مفطر بصراحة، مش هعملها دلوقتي. طب ليه؟ مش عارفة، عايزة اسيب مساحة كده صغيرة بين الفطار وكوباية النسكافيه بتاعتي، حاسة ان كده افضل واحسن يعني. تمام، فدلوقتي انا هبدأ كده اعمل الفطار بتاعنا. عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده وتشتركي في قناتي لو طبعا اول مره بتشوفيني، عشان تشجعيني ان انا اقدم محتوى اكتر واكتر. وبقى مهما عملت بالمضرب، ايدي ستظل اجمل حاجه ممكن تعمل فوم للنسكافيه او فوم يعني، شوفوا بتقولوها ازاي. انا يا جماعه ايدي بتعمل سحر بجد. النهارده حبيت ادلع نفسي في كل حاجه، اكيد شفتوا دلوقتي المقطع اللي انا نزلته على تيك توك لايزابيلا الفطار ايزابيلا وكده، كنت حابه ان انا ادلعها هي كمان، فبصراحه انا وهي اتدلعنا النهارده، وحابه ان انا اعمل كده كل يوم بصراحه يعني. بس يا جماعه بجد غصب عني دماغي بتكون مشغوله جدا. بصوا الصينيه القمر دي والتفاصيل بتاعتها، هي خشب اسود، تبان لكم انها متلوثه، ولكن لا يا جماعه ده لمعه، اللي فوق ده لمعه عشان تكونوا عارفين، مش عارفه ليه باينه انها مهكعه كده، بس دي لمعه، اهي لمعه اسود يعني، حتى ما بتطلعش ولا اي حاجه خالص. ده شكلها قمر بصراحه، هي مكتوب عليها كافي وانا دلوقتي بشرب كافي يعني،
فهخلص بقى النسكافيه واوريكم في الاخر. شوفولي الشياكه وشوفولي الحلاوه وشوفولي الدلع اللي عملته لنفسي. انا بستخدم اللي هما دول كده عشان اعمل الحركه بتاعت الكاكاو دي. معايا اشكال كتير قوي منها والحمد لله بتطلع ناجحه معايا كل مره. في اول مرات الجواز كانت بتكون صعبه عليا قوي ان انا اعملها، ولكن الحمد لله دلوقتي اتعلمتها وبقيت شاطره فيها كمان، وبقيت اعرف اعمل شويه اشكال يا جماعه يفتحوا النفس. وبص بقى الفيونكة الكميلة دي حطاها كده لزوم الدلع. عندي حاجات كتير قوي يا جماعة بجد ممكن اتدلع بيها، بس بصوا انا هنا بصور لكم ومسكاها عن فتح الدولاب، فمحدش بيشوف ورا الكاميرا ولا الكواليس غير الماميز. بجد اكيد الماميز اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي شايفين كل حاجة وحاسين بكل حاجة يا جماعة. بجد الله يكون في عوننا كماميز. بصوا انا عندي دي كمان بقدر ان انا اغطيها لو ايزابيلا عماله تزعجني مثلا او جات لي مكالمه او كده. دي ساليكم بتحافظ حرفيا على سخونه الحاجه لمده ساعه او ساعه ونص كمان. ساعات بتكلم في التليفون وبنسى نفسي وبكون عايزه اشرب النسكافيه وبتلهي، فبحطها بتكون لطيفه جدا جدا جدا. فدي برضو من الحاجات اللطيفه قوي. انا حاطه كل الفيونكات وكل الزوايا كده في كيسه زي دي وشايلاهم كلهم مع بعض عشان اول ما احتاجهم اطلعهم وافضلش ادور على القطع في كل مكان. ما انتم شايفين دلعت نفسي بقى كده. وبصوا بقى عملت ستوري على الانستجرام شكلها حلو قوي. يا جماعه روحوا تابعوني في كل مكان. مش بتتابعوني كمان على الانستجرام ليه لو سمحتوا؟ يعني كلمكم من الارض وسط اللعب ومشغلين كرتون. يعني انا بحدثكم من الارض يا جماعه بجد بقى. بصوا الشنطه اتغسلت وايزابيلا حطها لي هنا عشان تلوثها من الاول وجديد، واحنا قاعدين على الارض الحمد لله. عشان ست ايزابيلا صحيه متعكره عماله تزن ومش عارفه مالها في ايه. صح مش انت زعلان؟ نو كدابه. جماعه مفيش حاجه بالساهل ابدا. موضوع النور ده مضايقني قوي، بيقطع ساعتين، فبجد بيبقوا اخر ساعتين بقى اللي هو قبل ما انام، فبتضايق جدا لو بقعد في اكتئاب وحزن وألم ونور قاطع ساعتين كاملين. فلو بجد بجد بقى ايه ده ليه كده؟ حاجة مضايقاني جدا جدا جدا. يعني اتفرجت النهاردة على الستوريز بتاعت نادية الخولي في فرنسا. هي جماعة انتم ما تتخيلوش بجد انا بتبسط ازاي لما اتفرج على ستوريز حد مسافر واشوف السفر بعيني. بيديني امل اولا، ثانيا بحس ان انا كمان هسافر، ثالثا بتفرج مع الشخص ده. بحب اتابع ناس بتسافر جدا، يعني لو فرجوني خاصة بلاد خارج الدول العربية. مع احترامي الشديد للدول العربية، بس انا احلامي كلها في ايطاليا، فرنسا، اوروبا، عارفين؟ يعني عايزة ألف العالم بره مصر وبره الدول العربية المجاورة. يعني أوكي أنا عايزة أروح لبنان، عايزة يعني أروح دبي، دول الاتنين من ضمن برضو أهدافي. عايزة أروح المالديف، كل ده تمام، بس برضو عايزة أروح البلاد الخارجية اللي بره خالص، يعني اللي هو درس بره وجوه، فاهمة؟ فدي أحلامي بصراحة. فاتبسطت جدا شفت الستوريز بتاعتها وغيرت يومي. عايزة أقول لها شكرا، يعني عارفة إنها مش هتشوف الفيديو، بس عايزة أقول لها شكرا عشان هي بجد بجد غيرت المود بتاعي كده. باليت البامبرز بدأت أفضيها في الشنطة اللي أنا حطاها جنبي اللي فيها كل حاجات إيزابيلا اللي أنا بحتاجها للغيار بتاعها. طبعا أنا كده كده أصلا محتاجة باليت بامبرز عشان خاطر السفر وكده، فطبعا كده كده انا محتاجه. يعني انا فاضل لي كده خلاص اقل من اسبوعين مسافر ان شاء الله باذن الله يعني وكده، فانا محتاجه باليت هاخدها معايا كلها. هي الباليت دي بتكون او مش كلها بصراحه مش عارفه، هي بتكون 58 قطعه. انا محتاجه ممكن 30 بامبرز او 35 واحده اللي انا محتاجاه يعني وكده، ده بالزياده كمان. فان شاء الله يعني هشوف الدنيا فيها ايه كده، واول ما استقر على العدد بالظبط او كده برضه هحضر معاكم على فكره حاجه ايزابيلا وهكتب حاجه مرون ان شاء الله. هحضر معاكم كل الحاجه بتاعه السفر. يا جماعه شكل الشرشوبه عامله ازاي؟ ولا كانها متغيره من يومين بالظبط. مش عارفه التراب ده كله بيجي منين بصراحه، بس اكيد يعني من مسحه ارض. سؤال ذكي جدا جدا مني، يعني ما شاء الله على الذكاء بتاعي. خليني اخد كتير، اخدها الاول كده بحطها هنا بديها دش بالشاور. كده كده انا محتاجة واحدة جديدة اصلا يا جماعة. انا
ناوية بإذن الله أغير الشرشوبة دي كلها، يعني بجد مش عملية خالص وبتلم الشعر ومش لطيفة. أنا عايزة أجيب الموب الجديدة، بس إن شاء الله يعني أنا حاطة حاجات كتير قوي في الليست بتاعتي، بس طبعا تعرفين إن أنا هسافر فحاطة أولويات كتيرة قوي أهم من الحاجات دي. في حاجات لازم تستنى وفي حاجات بتبقى لازم لازم إنها تيجي، فاهمين قصدي إيه؟ طبعا فدي من الحاجات اللي لازم تستنى، طالما هي شغالة معايا وعادي أنا بستخدمها والدنيا تمام عادي تتأجل. هديها دوش بقى كده، باخدها كده بنقلها في البانيو يعني أهو. ببدأ طبعا إن أنا أكب المية وببدأ أديها دوش، وبختار بقى حاجة أغسل بيها. بحب جدا أغسل بالشاور جل، بحط شوية كده بسيطة، بيدي ريحة وبيدي رغوة وبينظف بصراحة أي حاجة كويس. الشاور جل ده من ماي واي، ده بريحة تندر، تمام كويس جدا. أنا بستخدمه عادي، ممكن أستخدم اللي هو منظف الحمامات. بصوا أي حاجة أنت عايز تستخدميها جو أهد، مفيش اللي هو إيه حاجة معينة تستخدميها وكده. زي السكر دلوقتي هحط من برايد ده، هحط كده غطا عشان بقى اعطر براحتي ولمع براحتي. غسلت برضو الشرشوبة لحد يعني اللي هو ايه لحد اخر طاقتي. المهم انها تنضف وما تطلعش اي ريحة وحشة او ريحة مكمكمة يعني وكده. هحط دلوقتي برايد. خلصت بقى كده الشرشوبة، دخلت كده على المروحة وقلت لا، المروحة دي متبهدلة وكده كده خلاص ملهاش لازمة، انا لازم اشيلها. بدأت ان انا اشيل بقى الغطاء الخارجي بتاعها واشطفها زي ما انتم شايفين كده بالفرشة دي، وكان فيها من اللهلوبة تمام. وباخد الوايبس بمسح كل ده كده، بتنضف جدا جدا جدا، وعملتها معاكم مليون مرة. وظبطتها كده وركبتها وحطيت فيها الكفر القطيفة بتاعها. خلاص كده كل سنة وانتم طيبين، بنرحب بالشتاء وبنودع الصيف بتاعنا. المشترك بقى اللي هو ده خلاص احطه للمراية، لان المراية اصلا ما كانش فيها مشترك ولا حاجة، فاحطه هنا كده عند المراية عشان بقى نتصور قدام المراية. احنا محرومين من التصوير قدام المراية بسبب الست هنا من المروحة، ومكسلين نشتري مشترك يعني، عارفين كسل بقى، عارفين لما تقولي لجوزك على حاجة اللي هو بيجيب كل حاجة الا الحاجة اللي انت طلبوها بقالك سنين. بحط المشترك دلوقتي جنب المراية. خدت بقى كده الجيلي وقلت بقى اكله لإيزابيلا كده كسناك في نص اليوم يعني تمام. وكان عندي غسيل بقى عايز يتطبق فطبقته طبعا، هي دي الغسيل يا جماعة. وشربت شط قهوة سادة كده في نص اليوم. دي مجهدة مش احسن حاجة، فعمل لها السكراب ده من ستيفز او سانت ايفز، ده بالشاي الاخضر حلو جدا، بستخدمه بقالي وقت طويل وبجد النتائج بتاعته رهيبة، وبنصح بيه لأي واحدة بشرتها دهنية. بصوا انا لسه مخلصة كلاوز بتاعها الاحمر، طبعا انتوا عارفين انا بستخدمه بقالي فترة طويلة، لان سنسودايم بيحسس لي جدا جدا اسناني وبيخلي اسناني دايما فيها دم، ومش بعرف اكل او اشرب حاجة سخنة قوي او ساقعة قوي، فالوحيد اللي ريح اسناني هو كلاوز. المهم ده سيرفي، طبعا هو مقطع بس هو كان عندي، انا كنت شايلاه، اللي متباني عارف ان انا شلته في نص الصيف لانه كان بيعرق بشرتي. حاليا بيرفكتو معايا قوي، بشرتي بدات تجف، قلبت مختلطه مايله للجفاف مش فاهمه ليه. بس انا طلعت سيرفي، هو عالج شويه من الجفاف اللي في بشرتي حالا. انا بشرتي جافه جدا جدا يا جماعه، وعايزه ترطيب يكون كويس، فحطيت منه دلوقتي بصراحه خطير جدا جدا جدا، مع انه مقطع بس بصراحه هو من الحاجات اللطيفه جدا. جيت بقى انهي معاكم الفيديو ان انا افرجكم على سليبرات القطيفه القمر بتاعتي دي، طلعتها بقى كده يا جماعه عشان خاطر الشتا. خلاص احنا بقينا رسمي في الشتا، الدنيا ساقعه، انا خلاص لبست كم. بس مش بكم بكم فرو قطيفة وكده لأ، بس خلاص. وكمان لابسة الشراب في البيت، فخلاص ده بالنسبة لي كده ان الشتا خلاص جه ومفيش مفر. خلاص انا بحب الشتا جدا، بحب قوي قوي الاجواء بتاعته، بحب اللبس بتاعه، بحسه انيق اكتر اكتر من الفرهدة وضيق التنفس والضغط الواطي اللي بيحصل لي ايام الصيف. فالحمد لله على وجود فصل شتا في حياتنا وفصل خريف. فصل الربيع والصيف حلوين برضو جدا، بحبهم قوي، بس برضو فيهم عيوب اكتر من مميزاتهم. طيب اول حاجة معايا ده الابيض ده، كنت جايباه الاسبوع العسل يعني في البداية وكده، وما لبستوش اصلا غير مرتين.
دول جداد ما لبستهمش ولا مره، بس قررت ان انا خلاص اطلعهم عشان البسهم. هو بصوبع اول واحد ده خطير قوي، القطيفه بتاعه او الماتيريال بتاعته مش عارفه اسمها ايه بصراحه، قطيفه ولا ايه، خطيره قوي. عارفين الكلاب شبه فرو الكلاب بالظبط، بس جميل قوي. تاني واحد اهو الاحمر ده برضو كيوت قوي في اللبس، خطير خطير خطير، وبيليق بقى على كل الحاجات. فدول حلوين قوي على فكرة. المقاس بتاعهم مش 41، هو المقاس بتاعهم بتختاريه اكبر من مقاسك بمقاسين او مقاس، فاهمين قصدي ايه؟ عشان هم صغنطتين كده وجميل قوي اصلا يعني. حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اوعى تنسوا تحطولي لايك للفيديو ده، وطبعا اشتراك للقناة لو اول مرة بتشوفوني. بحبكم جدا جدا جدا، واستنوا فيديوهات قمر واستعدادات الشتاء العسل بتاعتي الفترة الجاية.